ومواصلة للقاءاته الثنائية على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الإفريقي الصيني. أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم ببكين محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانيين بالخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم المرزوق. كما التقى الوزير أحمد عطاف مع نائب وزير الشؤون الخارجية الجمهورية الصين الشعبية ماتشاو شيوي، وقد خصص اللقاء لاستعراض العلاقات الجزائرية الصينية وآفاق تعزيزها.